بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الفصل السادس، عنوانه التوسع الاستعماري في البلاد العربية بس بعد الحرب العالمية الأولى. حكيت لك عن مقدمة بسيطة كده في الحصة اللي قبل اللي فاتت، قلت لك ايه؟ قلت لك اني مع بداية الحرب العالمية الأولى كانت جميع البلاد العربية من المحيط للخليج تحت قبضة الاستعمار، كله تحت الاحتلال بس ما عدا قلب شبه الجزيرة العربية والحجاز وسوريا الكبرى والعراق، دول كانوا لسه ولايات عثمانية تحت الحكم العثماني المباشر. طب المناطق دي هيقع منها تحت قبضة الاستعمار؟ بس بعد الحرب العالمية كام الأولى، وده اللي هنشوفه النهاردة. طبعا كنت قايل لك جملة كده شهيرة، بقولك ايه، بقولك ان كانت الدول الأوروبية بتقول على الدولة العثمانية انه رجل أوروبا المريض. السلطان العثماني ده رجل غني عنده ممتلكات كتير جدا بس ضعيف، بينتظرون موته عشان يقسموا ممتلكاته. طيب فهنتكلم النهاردة عن الحرب العالمية الأولى ومصير الدولة العثمانية حصل فيها ايه بعد الحرب العالمية الأولى. تعال كده نشوف مع بعض الحرب العالمية الأولى. حصلت خلافات في أوروبا أدت لنشوب الحرب العالمية الأولى. طيب تعال نشوف كده الحرب دي كان مين ضد مين. قلنا الحرب مقسومة لفريقين، فريق انجلترا وفرنسا ومعهم مين؟ روسيا. قلت لك انجلترا وفرنسا بيتسموا بايه؟ بدول الوفاق، لانه عاملين مع بعض الوفاق الايه؟ الودي. ضد مين بقى؟ المانيا والنمسا المجر، وهتدخل معهم الدولة الايه؟ العثمانية. اول سؤال عندك بيقول لك هو ليه اخر يعني الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الاولى مع دول ضد دول؟ اشمعنى؟ بيقول لك بما تفسر، ده السؤال القديم بتاع السنه اللي فاتت، كان نظام قديم، بيقول لك بما تفسر دخول الدوله العثمانيه الحرب العالميه الاولى بجانب المانيا والنمسا وضد انجلترا وفرنسا وروسيا؟ اشمعنى؟ احنا خدنا في الحصص اللي فاتت وعرفت ان انجلترا وفرنسا خدت ممتلكات كتير من الدوله الايه؟ العثمانيه. الدوله العثمانيه، فالدوله العثمانيه شايله من انجلترا وفرنسا، فقالت ندخل الحرب العالميه الاولى بجانب المانيا والنمسا وضد انجلترا وفرنسا لاسترداد ما اقتنصته منها دول الوفاق، عشان ترجع اللي خدته منها دول الايه؟ الوفاق، انجلترا وفرنسا، او على الاقل خالص انقاذا لنفسي. ما هي عارفه ان انجلترا وفرنسا برضه بيخططوا ان هم ياخدوا بلاد العراق وبلاد الشام اللي فاضل مع الدوله العثمانيه، عارفه ان انجلترا وفرنسا هيفكروا ان هم ياخدوهم، فعشان كده الدوله العثمانيه بتقول انا هدخل الحرب دي انقاذا لنفسي وما تبقى تحت يدي من ولايات عربيه بعيدا عن مخططاتهم الاستعماريه، عشان كانوا ناويين يقسموا ممتلكات الدوله العثمانيه فيما بينهم. طيب فهنشوف الحرب العالميه الاولى ايه اللي حصل. بيقول لك قام الاسطول العثماني، بيقول لك قام الاسطول العثماني مدعما به، يعني مقوى به، قطعتين حربيتين المانيتين بقصف مينائين روسيين هم اوديسا واسبستابول. انا مش فاهم حاجه، عارف هقولها تاني كده. بيقول لك قام الاسطول العثماني مدعما به قطعتين المانيتين حربيتين بقصف مينائين روسيين هم اوديسا واسبستابول. يعني ايه الكلام ده؟ ما تترجم، يعني اسطول الدوله العثمانيه وقف معاه قطعتين من المانيا والثلاثه راحوا ضاربين مينائين مهمين في روسيا هم اوديسا وايه واسبستابول. الدوله العثمانيه اعلنت بعدها فكره الجهاد المقدس ضد دول الوفاق، اي ان السلطان العثماني بيدعو جميع البلاد الاسلاميه اقفوا معايا ضد دول الوفاق اللي هم انجلترا وفرنسا، ودي كارثه. اما السلطان يقول جهاد مقدس، يا جماعه مسلمين يا اللي في العالم كله اقفوا معايا ضد الدولتين دول انجلترا وايه وفرنسا، دي كانت كارثه بالنسبه لانجلترا، لان انجلترا بتحكم في الهند وجنوب شرق اسيا حوالي 50 مليون مسلم على الاقل. تخيل لو ال 50 مليون مسلم دول وقفوا ضد انجلترا، هيعملوا ايه في انجلترا في مستعمرتها في الهند؟ هيدمروا القوات البريطانيه اللي هي موجوده في الهند، هتبقى كارثه. فهنا انجلترا بيقول لك موقف انجلترا من اعلان السلطان العثماني لفكره الجهاد المقدس، ان انزعجت انجلترا من فكره اعلان الجهاد المقدس، لان طبعا انجلترا بتحكم في الهند وجنوب شرق اسيا حوالي 50 مليون مسلم على الاقل. هنشوف انجلترا هتعمل ايه، بس قبل ما اقول لك انجلترا هتعمل ايه لازم اقول لك موقف البلاد العربيه من فكره الايه؟ الجهاد المقدس. دلوقتي اما السلطان العثماني بيقول
يا جماعة يا مسلمين يا اللي في العالم كله، اقفوا معايا ضد دول الوفاق انجلترا وفرنسا. ايه موقف البلاد العربية؟ ايه موقف العرب بتوع شبه الجزيرة العربية وسوريا والعراق؟ بيقول لك في البداية أثارت دعوة الجهاد حماسا في البلاد العربية، كنا متحمسين نقف مع السلطان ضد انجلترا وفرنسا. ده في البداية، ولكن اما قعدوا كده شوية فكروا قالوا احنا نقف مع السلطان العثماني في قرار الحرب. ليه؟ ده في اساسا ازمة ما بين الاتراك اللي هم العثمانيين ومين؟ والعرب. ده في ازمة ما بيننا وما بينهم اصلا. ايه الازمة دي؟ الازمة ان العرب عاوزين يستقلوا عن الدولة العثمانية. العرب عايزين يستقلوا عن الدولة ايه؟ العثمانية. فعملوا فعلا مؤتمر عربي اول بباريس. عمل مؤتمر عربي اول بباريس بيطالبوا فيه ان هم عايزين يستقلوا عن الدولة العثمانية. بيقولوا يا سلطان احنا عايزين نستقل عنك، ولكن السلطان مرضيش. ففشل المؤتمر العربي الاول بباريس، فقالوا خلاص هنعمل تسوية عربية تركية، ولكن التسوية دي لم تؤدي الى نتائج مرضية. برضو بنلاقي ان العرب ما استقلوش على الدولة العثمانية، السلطان مرضيش. فهنا العرب قالوا ايه؟ قالوا احنا نقف مع السلطان العثماني ليه في قرار الحرب؟ ما ادناش استقلالنا، لا احنا نتصل بكافة الاطراف المعنية يعني المهتمة بامر العرب، واللي هيضمن لنا استقلالنا هنقف معاه في الحرب. يعني ايه؟ يعني مثلا لو اللي هيضمن لك استقلالك ده انجلترا ولا فرنسا هتقف معاه؟ قالوا نقف معاه. يبقى نقول تاني، يبقى موقف العرب او موقف البلاد العربية من فكرة الجهاد المقدس تقول لي في البداية اثارت دعوة الجهاز حماسا في البلاد الايه؟ العربية، متحمسين، ولكن بيقول لك ساد الحذر بين زعماء العرب. قالوا لا 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 لا، نستنى شوية، ده في حاجة، ده في ازمة ما بيننا وما بين الايه؟ الاتراك. ليه؟ لان احنا عايزين نستقلنا على الدولة العثمانية، فعملنا مؤتمر عربي اول بباريس، ولكن فشل المؤتمر العربي الاول بباريس والسلطان مرضيش يدينا استقلالنا. عملنا تسوية عربية تركية ولكن لم تؤدي نتائج مرضية، برضو ما خدناش استقلالنا. طب احنا نقف مع السلطان العثماني ليه؟ ما ادلناش استقلالنا، لا احنا نتصل بكافة الاطراف المعنية يعني المهتمة بامر العرب، واللي هيضمن لنا استقلالنا هنقف معاه في الحرب. عشان كده ظهر طيار بيدعو الى التريس، التمهل، نستنى شوية في التأييد الفعلي للدولة العثمانية في قرار الحرب. احنا نتصل بكافة الاطراف المهتمة بامر العرب، واللي هيضمن لنا استقلالنا هنقف معاه. ده موقف الايه؟ البلاد العربية. طيب موقف انجلترا ايه برضو من فكرة الجهاد المقدس؟ قلت لك انزعجت انجلترا من فكرة الجهاد الايه؟ المقدس، لان انجلترا بتحكم في الهند وجنوب شرق اسيا حوالي 50 مليون مسلم، فدي كارثة ان 50 مليون مسلم يقفوا ضد انجلترا. فانجلترا تعمل ايه؟ انجلترا قالت انا لازم اختار حد يقف معايا ضد الدولة العثمانية، ومش اي حد، حد يكون من العرب. حد يكون منين؟ ايوه، واحد مسلم من العرب يعلن فكر الجهاد برضو مقدس ضد الدولة الايه؟ العثمانية. فالمسلمين يقفوا مع الرجل ده، مع الرجل العربي ده، وما يقفوش مع الدولة الايه؟ العثمانية. دي خطة مين؟ انجلترا. انجلترا بصت كده في شبه الجزيرة العربية، لقيت واحد اسمه الشريف حسين. لقيت واحد اسمه ايه؟ الشريف حسين ابن علي. من هو الشريف حسين؟ الشريف حسين ابن علي ده ماسك شرافة مكة، يعني حاكم ايه؟ مكة. والشريف حسين ابن علي ده من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم، فالراجل ده لحسب ونسب. تاني حاجة، هو ماسك شرافة مكة، يعني حاكم مكة، ماسك مكان مقدس زي مكة. طب مسك حاكم مكة امتى؟ بيقول لك سنة 1908 بعد الانقلاب اللي حصل ضد السلطان العثماني. من ساعتها بنلاقي ان الشريف حسين مسك شرافة مكة، حاكم مكة. وبدأ الشريف حسين يبقى عنده حلم، انا عايز اعمل دولة عربية كبيرة. تعمل دولة عربية كبيرة؟ يعني انت عايز تبعد عن موضوع ان انت تابع للدولة ليه؟ العثمانية. فقال لك انا عايز اعمل دولة عربية كبيرة. طب ما انت كده هتصطدم مع السلطان العثماني، والسلطان العثماني مش هيسيبك. فعلا بدأ الشريف حسين يعمل نشاط واسع في المنطقة عشان يعمل دولة عربية كبيرة، فالأتراك مش هيسيبوه. فبيقول لك ان حاول الأتراك اقصاء الشريف حسين من موقعه. يعني ايه؟ يعني السلطان العثماني بدأ يحاول يعزل الشريف ايه؟ حسين. فهنا الشريف حسين قال ايه؟ انا لازم ادور على حد يقف معايا ضد السلطان الايه؟ المصلحة واحدة، خلي بالك اهو. نلاقي مفيش غير ايه؟ انجلترا. فهنلاقي ان الشريف حسين بعت ابنه اللي هو اسمه الامير عبد الله. اسمه الامير ايه؟ عبد الله. عبد الله ابن الشريف حسين.
بعت ابنه الامير عبد الله وقال له انا عايزك تروح تقابل واحد اسمه رونالد ستورز. واحد اسمه ايه؟ ايه ده؟ مين رونالد ستورز ده؟ رونالد ستورز ده السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني في مصر. يعني انت عندك في مصر مندوب سامي بريطاني مسؤول عن مصر، صح؟ الراجل ده كان اسمه هنري ماكماهون، ده المندوب السامي البريطاني في مصر. السكرتير بقى بتاعه اسمه رونالد ايه؟ ستورز. عبد الله راح يكلم مين؟ رونالد ستورز السكرتير بتاع المندوب السامي البريطاني. قال له ايه بقى؟ بيقول له يا عم رونالد انا عاوز اعرف موقف انجلترا من محاولة عزل الشريف حسين واقصائه من موقعه. نقول تاني، الامير عبد الله بن الشريف حسين بيكلم رونالد ستورز السكرتير بتاع بريطانيا، بيقول له انا عايز اعرف موقف انجلترا ان الاتراك عايزين يشيلوا الشريف حسين من موقعه. ايه موقفك انجلترا؟ ايه رأيك ان السلطان عايز يعزل ابويا الشريف حسين؟ ساعتها ابدت انجلترا تعاطفا مع الشريف حسين، قالت له ما تقلقش احنا هنقف مع الشريف حسين لو الاتراك حاولوا يعملوا كده. فكده الامير عبد الله اطمن والشريف حسين اطمن ان انجلترا ايه؟ هتقف معاه. فهنلاقي انها تنشق قنوات الاتصال بقى ما بين شرافه مكه الشريف حسين وما بين اداره المندوب السامي البريطاني في مصر. بس هيبقى في مشكله عند انجلترا. ايه المشكله دي؟ هيبقى في مشكله عند مين؟ عند انجلترا في التعاون مع العرب. انجلترا عندها شخصيتين تتعامل معاهم، واحد اسمه عبد العزيز آل سعود اللي هيعمل المملكه العربيه السعوديه المعروفه بدلوقتي، واحد تاني اللي احنا بنتكلم عنده اللي هو الشريف ايه؟ حسين ابن علي. انجلترا قالت الراجل ده عبد العزيز آل سعود موجود في منطقه الرياض، والراجل ده موجود فين؟ في مكه. قالت انا اتعاون واتفاهم مع الشريف حسين ولا مع عبد العزيز آل سعود؟ بالرغم ان عبد العزيز آل سعود اللي موجود في منطقه الرياض، الراجل ده رافض ان الدوله العثمانيه تكون ممثله بدوله الخلافه. يعني عبد العزيز آل سعود مش عايز الدوله العثمانيه تكون دوله الخلافه، ونفس الكلام الشريف حسين مش عايز برضو الدوله العثمانيه تكون دوله الايه؟ الخلافه، ونفس الكلام انجلترا مش عايزه الدوله العثمانيه تكون دوله الخلافه. فالثلاثه مصلحتهم واحد. انجلترا قالت بقى انا اتفق مع ده ولا اتفق مع ده؟ قالت ثواني. انقسمت الحكومه البريطانيه لجزئين. عندي بنلاقي ان حكومه الهند البريطانيه، يعني حكومه بريطانيا الموجوده فين؟ في الهند. مش قلت لك انجلترا محتله الهند؟ حكومه بريطانيا اللي موجوده في الهند قالت احنا نتفاهم ونتواصل مع مين؟ مع عبد العزيز آل سعود. احنا نتفاهم ونتواصل مع عبد العزيز آل سعود. ولكن حكومه لندن، حكومه انجلترا في لندن في الوطن الام في انجلترا، قالت لا احنا نتفاهم ونتواصل مع الشريف ايه؟ حسين. انت بتتكلموا في ايه؟ الشريف حسين هو الحل الامثل. طب ليه انجلترا الشريف حسين هو الحل الامثل؟ قالت لان الشريف حسين عنده مميزات بتميزه عن عبد العزيز آل سعود. ايه المميزات؟ عنده حاجتين. اول حاجه موقعه في ايه؟ في مكة. الراجل ده بيحكم مكة، ومكة لها تأثير كبير على العالم الإسلامي. انت بتتكلم في ايه؟ دي حاجة. تاني حاجة حسبه ونسبه، قلت لك هو بينتسب هو من أسرة بني ايه؟ هاشم. فالراجل ده هيبقى ليه تأثير كبير على المسلمين. فقال لك ان الشريف حسين، انجلترا بتقول ان الشريف حسين الراجل ده هو الراجل المؤهل او المهيئ لإعلان ثورة مدوية، يعني قوية يضاد بها، يعني يواجه بها نداء السلطان العثماني اللي هو فكره الجهاد الايه؟ المقدس. يعني هو كمان يعلن جهاد مقدس ضد الدوله الايه؟ العثمانيه، ويقول ان الدوله العثمانيه دي دوله ظالمه، دي دوله محتليانه، الكلام ده كله. فانجلترا هتبتدي كده تحاول تخلي الشريف حسين يضرب في الدوله الايه؟ العثمانيه. فهتبدا بقى المراسلات. خلاص انجلترا استقرت على مين كده؟ شريف حسين، عشان ايه؟ حاجتين، موقعه في ايه؟ في مكه، وحسبه ونسبه. وحسبه ايه؟ ونسبه. قالت هو ده المؤهل عشان يعلن ثورة ضد السلطان العثماني. طيب دلوقتي الشريف حسين هنلاقي بقى انها هتبدأ المراسلات ما بين شرافة مكة زي ما قلنا اللي هو الشريف حسين نفسه، وما بين إدارة المندوب السامي البريطاني اللي هو كان اسمه هنري ماكماهون المعتمد البريطاني في مصر. المراسلات دي بنسميها مراسلات الحسين ماكماهون، اللي هي مراسلات الشريف حسين مع مين؟ مع ماكماهون. المراسلات دي من 1915 لحد 1916 اما اعلن الثوره. ايه اللي حصل؟ بالله هيبدا بقى الشريف حسين
يطلب في احدى المراسلات بتاعته من المندوب السامي البريطاني اللي هو هنري مكمهون بعض المطالب والطموحات. قلت لك الراجل ده طموح، عايز يعمل دوله عربيه كبيره، صح؟ فهيبتدي بقى يطلب الشريف حسين من هنري مكمهون بعض المطالب. يقول له ايه؟ يقول له انا هساعدك في الحرب ضد الدوله العثمانيه، بس انا عندي مطالب. ايه المطالب دي؟ اول مطلب عندي انا عاوز اتولى الخلافة الإسلامية بدلا من مين؟ من السلطان العثماني. يبقى اول طلب يطلبه شريف حسين من هنري مكمهون بيقول انا عايز اتولى الخلافة الإسلامية بدلا من السلطان العثماني، ده اول طلب. تاني طلب بيقول ايه؟ بيقول انا عاوز استقلال البلاد العربية. منين يا حبيبي؟ قال والله من منطقة مرسين وقطنة شمالا، اللي هو اخر اراضي الدولة العثمانية كده، من مرسين وقطنة شمالا. طيب لحد فين؟ قال والله لحد الحدود العراقية الفارسية لحد الخليج الايه؟ الخليج العربي. يعني من الاخر الراجل ده لحد، وكمان معظم شبه الجزيرة العربية. يعني الراجل ده من الاخر بيقول انا عايز اعمل دولة عربية كبيرة بتضم العراق وبتضم سوريا الكبرى اللي هي بلاد الشام، وبتضم ايه تاني؟ شبه الجزيرة العربية تقريبا، كل المنطقة دي عاوز اضمها واكون انا ملكا على العرب او خليفة المسلمين بدلا ما السلطان الايه؟ العثماني. طب ايه رأيك؟ انجلترا توافق ولا ترفض؟ طب توافق ليه وترفض ليه؟ انجلترا عندها مشكلة بالظبط كده، دي اهم حاجه. هو انا اساسا مش عايز خلافه اسلاميه اصلا، فانا هقضي على خلافه واجيب دوله تاني قويه في منطقه الشرق تعمل لي مشكله؟ انجلترا اساسا وفرنسا طمعانين اصلا في المنطقه دي، فهنلاقي ان انجلترا عايزه ترفض بس بشياكه. نقول بس تاني طموحات ومطالب الشريف حسين اللي طلبها من هنري مكمهون المندوب السامي البريطاني في مصر. تاني بيقول انا عايز اتولى الخلافه الايه؟ الاسلاميه بدلا من مين؟ من السلطان العثماني. وعاوز استقلال البلاد العربيه، معلش، من مرسين وقطنا شمالا حتى الحدود العراقيه الفارسيه والخليج العربي وشبه الجزيره العربيه. يعني من الاخر انا عايز اعمل دوله عربيه كبيره بتضم العراق وسوريا وشبه الجزيره العربيه تقريبا. لو بصيت على الخريطه هتلاقي ان المنطقه دي كلها وعايزها، وعايز يبقى ملكا على العرب او خليفه للمسلمين. طب تعال نشوف كده موقف مين انجلترا من مطالب الشريف حسين. ايه اللي حصل؟ انجلترا رفضت مطلب الشريف حسين ان هو يتولى الخلافة الايه؟ الاسلامية. كما رفضت ان هو يكون ملكا على الايه؟ على العرب. قالت له لا، ولدي. طب ليه؟ معلش، هو انت قلت لي تعايزه؟ عايز استقلال البلاد العربية من مرسين وقطنة. تستنى، انت بتقول ايه؟ مرسين وقطنا، صح؟ اولا مرسين وقطنا اللي انت عايزهم دول مدينتين غير عربيتين، وانت بتقول انا عايز ابقى ملكا على ايه؟ على العرب. ازاي تاخد مدينتين مش عربيتين اصلا وتبقى ملك عليهم؟ فاول حاجه مرسين وقطنا دول مدينتين غير عربيتين، فما ينفعش تاخدهم. طب ما انجلترا ما جاتش على دول، الباقي يا خواجه الباقي. فكرني انت كنت عايز ايه؟ معلش عشان نسيت يا خواجة، انا عاوز بلاد الشام سوريا. قلت له وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش يا خواجة. وانا ما قلتلكش ان فرنسا لها مصالح في الشام؟ فرنسا لها مصالح فين؟ في بلاد الشام، غرب حمص وحلب ودمشق وحماة. فرنسا لها مصالح في المنطقة دي، ينفع نزعل فرنسا؟ وفرنسا طرف قوي معايا فين؟ في الحرب، ما ينفعش ازعلها. انجلترا طب والباقي؟ باقي ايه بس عشان انا نسيت؟ والله انا لسه قايله لك انا كنت عايزه الايه؟ العراق. قلت له هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش يا انجلترا. هو انا ما قلتلكش ان انا مسيطره اساسا على جنوب العراق اصلا في منطقه اسمها منطقه البصره؟ منطقه اسمها منطقه الايه؟ انا اصلا مسيطره على جنوب العراق في منطقه البصره علشان احافظ على مستعمراتي في الهند، مش هي مسيطره على الخليج العربي والبصره عشان تحاول تحافظ على مستعمراتها في الهند. فعشان كده بتقول انا موجوده في المنطقه دي، ينفع تزعلني؟ والله اسيب لك الحرب وامشي؟
فبالله ان انجلترا قالت له انا للاسف مسيطره على جنوب العراق في منطقه البصره فمش هينفع العراق. طب ماشي يا انجلترا، طب بالنسبه لمنطقه شبه الجزيره الايه العربيه الكبيره دي، ها بقى قالت له عايز ايه في شبه الجزيره العربيه؟ نجد. قالت له نجد؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش يا انجلترا. عامله اتفاقيه مع مين؟ مع عبد العزيز آل سعود، اسمها اتفاقيه دارين. اسمها اتفاقيه ايه؟ 1915. عامله اتفاقيه مع عبد العزيز آل سعود اسمها اتفاقيه دارين. ينفع ازعل الراجل؟ فاش ما برجعش في... ما ينفعش ازعل الراجل. انجلترا عايزه تكسب كله، انا مش عايز ازعل الراجل، انا عامله معاه اتفاقيه مش هينفع اديك المنطقه اللي هو قاعد فيها. طيب ماشي الباقي يا انجلترا. قالت له انت عايز ايه بس؟ طب منطقه عسير. عسير اه، وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش يا انجلترا. منطقه عسير دي انا عامله اتفاقيه مع حاكم عسير، مع حاكم ايه؟ عسير اللي هو اسمه الادريسي، اللي هو اسمه ايه؟ الادريسي. ما اقدرش ازعل الراجل اللي عامله معاه اتفاقيه، هينفع ارجع في كلامي؟ مش هينفع. ماشي يا انجلترا، طب والباقي؟ باقي ايه بس عشان انا مش فاكره، انت عايز ايه تاني؟ آه انا عاوزه طيب الباقي اللي فاضل ايه؟ عمان ومشيخات الساحل، منطقه الخليج العربي دي. قالت له هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش يا انجلترا، ده انا عامله اتفاقيات مع مين؟ مع حكام عمان ومشيخات الايه؟ الساحل. الناس اللي بتذاكر هتعرف معاهدة الصلح العامة اللي بدأت تتجدد وتاخد شكل الايه؟ الحماية. اخدناها. فقالت انا كده كده انت عارف ان انا عاملة اساسا معاهدات مع مشيخات الساحل وعمان، وانا ينفع ازعلهم؟ مش هينفع، احنا مش عايزين نغير هذه الايه؟ المعاهدات. مش هينفع. ماشي يا انجلترا، وفي حاجة تانية؟ انجلترا انجلترا انا عاوزه انا تفضل اليمن. اليمن انجلترا. قالت له وانا ما قلتلكش؟ اليمن دي دوله مستقله مش تابعة للسلطان اصلا، وانت بتقول عايز البلاد العربيه اللي هي تحت الحكم العثماني اه وعايز تاخدها، دي دوله مستقله عايشه مع نفسها ماليش حكم عليها اصلا، فعشان كده دي دوله مستقله ملناش دعوه بيها. كده ما فاضلش قدام الشريف حسين سوى الحجاز. سوى الايه؟ وهو موجود في مكه سهل يسيطر على الايه؟ الحجاز، منطقه الحجاز، وشكرا كده وتبقى ملكا على الحجاز وخلاص كده. هل انجلترا وعدت الشريف حسين باي جزء زياده؟ لا ولا اي حاجه، يعني كل مطالب الشريف حسين قالت له مش هينفع بس بحجه. شاطره فصصت له كل حاجه. انت عاوز ايه؟ استقلال البلاد العربيه من مارسين واطنا، الاثنين دول غير عربيتين، وانت بتقول عايز ابقى ملك على العرب، فدول مش هينفع. طب الشام فرنسا لها مصالح فين؟ في الشام. ازعلها تخرج من الحرب؟ لا. طب العراق انا اصلا مسيطره على جنوب الايه؟ العراق. مش هينفع. طب شبه الجزيره العربيه قالت له في فين في شبه الجزيره العربيه؟ مثلا المنطقه بتاعت نجد. عبد العزيز ال سعود انا عامله معاه اتفاقيه اسمها اتفاقيه ايه؟ دارين. ما اقدرش ازعله. طب عسير انا عامله اتفاقيه مع حاكم ايه؟ عسير الادريسي. طب مشيخات الساحل عامله اتفاقيات معاهم اللي هي معاهده الصلح العامه. طب الغوري دولة مستقلة. طب الحجاز خلاص ما فضلكش غير الايه؟ الحجاز، عشان تكون ملكا على الحجاز وشكرا كده. الشريف حسين ما خدش اي وعد من انجلترا باي جزء زيادة. هل هيعلن الثورة ولا لا؟ المفروض ان هو ما يعلنش الايه؟ لان انجلترا ما وعدتوش بحاجة. يساعد انجلترا ليه في الحرب ويضرب الدولة العثمانية؟ بنلاقي ان الشريف حسين رغم ان انجلترا ما وعدتوش باي حاجة هيعلن برضو الحرب على الدولة الايه؟ العثمانية، او هيعلن الثورة المسلحة ضد الدولة الايه؟ العثمانية. ايه اسباب الثورة العربية؟ ده كان سؤال مهم جدا. اول حاجة قلت لك ان الشريف حسين عنده حلم، عايز يتولى الخلافة الايه؟ الاسلامية، ويكون ملكا على العرب. طب يا حبيبي ما انت هتعمل دي ازاي من انجلترا ما وعدتكش باي حاجة؟ قال ما انا برضو للأسف خايف. خايف من ايه يا حبيبي؟ هقول لك. بصوا معايا كده، ده رسم بس كروك نوضح المنطقه اللي بنتكلم فيها. بصوا كده، فوق هنا عندك الدوله الايه؟ العثمانيه، وده البحر الايه؟ المتوسط. ركزوا بقى معايا كده، الشريف حسين موجود هنا في منطقه ايه؟ مكه، تمام. وبنلاقي عندك هنا بلاد الايه؟ الشام، وادي قناه السويس اهو، وادي مصر. انجلترا قاعده فين؟ في مصر. والكلام ده الحرب العالميه الاولى شغاله. اللي حصل الدولة العثمانية بعتت الجيش بتاعها عن طريق الشام،
بقيادة واحد اسمه جمال باشا. جمال باشا جاي يضرب انجلترا فين؟ في مصر. لأن الدولة العثمانية داخلة ضد مين في الحرب؟ انجلترا، ما احنا بس قايلين. فعشان كده بنلاقي ان الدولة العثمانية بعتت الجيش بتاعه عن طريق الشام بقيادة واحد اسمه جمال ايه؟ جمال باشا، عشان يضرب انجلترا في مصر. جمال باشا هو جاي المعركة، ركزي معايا، جمال باشا هو جاي المعركة كان منتظر مساعدة زعماء الشام، وكان منتظر مساعدة شريف مكة اللي هو شريف ايه؟ حسين، عشان يقفوا معاه ضد مين؟ انجلترا في مصر. بنلاقي ان الشريف حسين ماطل وتأخر في اشراك قواته مع جمال باشا اللي كان بيحارب على الجبهة المصرية بحارب انجلترا. يعني من الاخر الشريف حسين ما ساعدش مين؟ جمال باشا. فالدولة العثمانية اتضايقت من مين؟ مش شريف حسين. فراحت الدولة العثمانية قالت طب انا هعين حاكم على جدة جنب مكة كده، حاكم على جدة اسمه وهيب باشا. وهيب باشا ده هيكون كل مهمته اقصاء الشريف حسين من موقعه، يشيل الشريف حسين. فكده عرفت الشريف حسين خايف ليه؟ خايف علشان هو ما اشتركش بقوته مع مين؟ مع جمال باشا. فطبعا الدولة العثمانية زعلت وراحت بعت واحد اسمه وهيب ايه؟ باشا، وقالت كل مهمة وهيب باشا انت تشيل الشريف حسين من موقعه. طيب فكده الشريف حسين خايف من دي، وخايف من حاجة كمان، جمال باشا طبعا اما محدش ساعده خسر جمال باشا، وارتد خانقا يعني غاضبا على العرب، ودخل بلاد الشام، دخلت سوريا، ودخل القنصلية الفرنسية اللي هو السفارة الفرنسية، دخل جوه عايز يعرف ليه زعماء الشام ما ساعدوش في الحرب، كمان متضايق جدا. فدخل كده جوه ودخل القنصلية الفرنسية، لقى وثائق ورق كده مكتوب فيه ان العرب بيتآمروا مع اعداء الدولة الايه؟ العثمانية. يبقى الزعماء العرب خاينين للدولة الايه؟ العثمانية. اول ما لقى كده جمال باشا اعدم زعماء الايه؟ العرب، بقى عمال يصدر عليهم احكام اعدام جماعيه. اللي سمع الكلام ده مين؟ الشريف حسين. والشريف حسين كان ليه علاقه بمين؟ بانجلترا. مراسلات الحسين ايه؟ مكمهون. فقال لك ده عمال يعمل ايه؟ عمال يهدم زعماء الشام عشان كان لهم علاقه باعداء الدوله العثمانيه، ما انا كمان كان ليه علاقه باعداء الدوله الايه؟ العثمانيه. فكده الشريف حسين خايف من حاجتين، وهيب باشا اللي هيتعين على جده وكل مهمته يشيله، وجمال باشا عمال يهدم في زعماء الشام. ده كده الشريف حسين قال لك انا لو ما اعلنتش الثورة على الدولة العثمانية بسرعة الاتراك هينقضوا عليا، هيهجموا عليا، لا انا اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. يبقى هنلاقي الشريف حسين هيعلن الثورة في يونيو سنة 1916 على الدولة الايه؟ العثمانية. طب يا حبيبي انت هتعلن الثوره وانت ما خدتش اي وعد من انجلترا؟ هو ما خدش اي وعد من انجلترا باستقلال البلاد العربيه، ولكن قال لك انا هعلن الثوره معتمدا على حسن تقييم الانجليز والحلفاء لموقف العرب المساند ليهم في الحرب. يعني بعد ما الحرب تخلص انجلترا وحلفائها هيقيموا موقفنا كعرب ان احنا ساعدناهم في الحرب، فهيدونا استقلالنا ان شاء الله بعد الايه؟ بعد الحرب. كان عنده براءة سياسية ما يعرفش، عشان كده بيقول لك، بص المقولة اللي جاية لك دي بيقول لك ايه؟ ما كان الانجليز ولا الحلفاء ليقيموا وزنا يعني اهمية الا لمصالحهم هم اولا، ولا انجلترا ولا غير انجلترا تدي اهمية الا لمصلحتها هي بس. فهنلاقي ان الشريف حسين اعلن الثورة العربية ضد مين؟ الدولة العثمانية. وفي معلومة كده بره المنهج، ان شريف حسين اساسا ما عندوش سلاح ولا عنده اي حاجة، فهيحارب الدولة العثمانية ازاي؟ انجلترا قالت له ما تقلقش نديك يا باشا السلاح والذخيرة وكل حاجة. وفعلا طلع المسدس بتاعه وراح ضارب اول طلقة، والطلقة دي كانت بمثابة اعلان الثورة العربية ضد السلطان الايه؟ العثماني. ايه اللي حصل؟ احنا عندنا الشريف حسين موجود فين يا شباب؟ موجود في مكة، صح كده؟ بدأ الشريف حسين في تصفية الوجود العسكري التركي من منطقة الحجاز، من منطقة الايه؟ الحجاز، بس باستثناء حامية المدينة دي تم حصارها، المدينة المنورة حاصرها. وبدأ يكمل بيسحب بقواته، قوات مين؟ الشريف حسين. بدأ يسحب بقواته لحد ما استولى على ميناء العقبة، لحد ما استولى على ايه؟ العقبة. اهو وقف عند العقبة وبدأ يبعت ابنه، بقى ابنه ايه؟
الامير ايه؟ عبد الله. لا كان عنده ابن تاني اسمه فيصل. بعت فيصل، بعت قوات الفيلق العربي بقياده ابنه فيصل ابن الشريف حسين. فيصل بدا يتجه الى القدس، بدا يتجه للايه؟ فبنلاقي ان فيصل ابن الشريف حسين عمل ايه؟ بنلاقي ان هو دخل دمشق وحلب وحمص وحمان، عمل يدخل في بلاد الشام. طب حلو، يبقى ده الشريف حسين عمال يضرب في الدولة العثمانية، في جسم الدولة العثمانية من هنا لحد بلاد الايه؟ الشام. انجلترا قلت لك موجودة فين؟ في البصرة جنوب الايه؟ العراق. صح، بدأت انجلترا تعمل عمليات عسكرية وتضرب مين؟ تضرب القوات العثمانية اللي موجودة فين؟ في العراق، وعمالة تطردهم لحد ما انجلترا استولت على بغداد عاصمة العراق، وبدأت تتقدم تتقدم لحد الموصل. الموصل دي آخر حتة في العراق، بقت قريبة من الموصل. هنا الدولة العثمانية رفعت إيديها وقالت أنا استسلمت. سنة 1918 أعلنت الدولة العثمانية استسلامها، وتم عقد هدنة مدروس. هدنة إيه؟ مدروس سنة 1918. وبعد هدنة مدروس بنلاقي ان انجلترا استولت على منطقة الايه؟ الموصل، وكده خدت كل الايه؟ العراق. احنا بنساعد مين في الحرب؟ العرب بيساعدوا مين في الحرب؟ انجلترا وفرنسا، صح؟ بنساعدهم في الحرب ضد الدولة الايه؟ العثمانية. تعرف بقى المفاجأة اللي انتوا كلكم هتتفاجئوها دلوقتي، ان احنا الدول اللي احنا بنساعدها دي سنة 1916 في نفس الوقت اللي اعلنا فيه الثورة العربية لحد ما الحرب تخلص، في نفس الوقت ده كانت انجلترا وفرنسا وروسيا قاعدين بيتفقوا على البلاد العربية عشان يقسموا هذه الممتلكات ما بينهم وبين بعضهم بعد الحرب. مفاجأة يا فوزي، صح؟ انت بتقول يا مستر والله ده اللي حصل. اللي حصل سنة 1916، ركز في الكلام اللي انا هقوله. 1916 كان في اتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو. الاتفاقية دي اللي حصل بيقولك في نفس الوقت اللي كانت قوات او القوات العربية بقيادة فيصل ابن الشريف حسين بتحرز انتصارات في سوريا وعمال ينتصر في سوريا، هو يضرب في الدولة العثمانية، في نفس الوقت ده كشفت مؤامرة واسعة النطاق ضد العرب. ايه المؤامرة دي؟ بيقولك سربت روسيا البلشفية نصوص معاهدة ثلاثية كانت قد عقدتها انجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية لاقتسام املاك الدولة العثمانية. هي دي يا عيني على الحلال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعال تعال اشرح لك، تعال اشرح لك، سيبكم من اللي انا قلته ده، انا اشرحها لك بالراحة. بصوا بقى معايا كده، بص اللي بتشغل دماغها اهو. انا عندي ثلاث دول، انجلترا ومين؟ وفرنسا ومعاهم مين؟ احنا بنساعد الدول دي في الحرب، صح؟ بنبص كده بنلاقي ان اثناء الثورة العربية عرفنا ان انجلترا وفرنسا وروسيا عاملين مؤامرة علينا. اللي حصل واللي كشف لنا المؤامرة دي وعرفنا ده كله هي روسيا. ازاي؟ روسيا حصل فيها ثورة اسمها الثورة البلشفية، اسمها الثورة الايه؟ اللي هم الشيوعيين يعني في روسيا. الجماعة الشيوعيين عملوا ثورة ضد قيصر روسيا، حاكم روسيا، قيصر نيكولا الثاني حاكم روسيا، عملوا ثورة عليه عشان يشيلوه متضايقين منه ان هو دخلهم الحرب والكلام ده كله، فعملوا ثورة على قيصر روسيا وشالوه، أطاحوا بالقيصر. كده حاكم روسيا مش موجود، وكده انتهى موضوع روسيا الايه؟ القيصرية، تمام؟ انتهى موضوع روسيا القيصرية وأصبحت روسيا اسمها روسيا الايه؟ البلشفية، لأن الحكام دلوقتي بقى البلاشفة اللي عاملين الثورة، تمام؟ انهم الشيوعيين. الجماعة البلاشفة لما دخلوا مقر الحكم، المكان اللي كان قاعد فيه قيصر روسيا، بيبصوا كده في الورق اللي موجود على المكتب، لقوا اتفاقية سرية كان عاملها القيصر مع انجلترا وايه؟ وفرنسا عشان يقسموا ممتلكات الدولة الايه؟ العثمانية. فراحوا البلاشفة راحوا ماسكين الاتفاقية كده ونشروها للعرب. يا عرب يا عرب، انتوا بتساعدوا مين في الحرب؟ قالوا احنا بنساعد انجلترا وفرنسا وروسيا ضد الدولة العثمانية. بتساعدوا مين؟ ده الثلاثة اللي انتوا بتساعدوهم دول بيتأمروا عليكم، دول هيقسموا ممتلكات الدولة العثمانية، هيقسموا العراق والشام ما بينهم وبين بعضهم بعد الحرب. فطبعا الكلام ده اتنشر لمين؟ للعرب. فالعرب بيقولوا لروسيا معلش بس ما انت كمان موجودة في الايه؟ في الاتفاقية، احنا هنهرج. قلت له لا،
احنا مش موجودين في الاتفاقية. ده اللي عامل الاتفاقية دي قيصر روسيا، واحنا ما كناش راضين على سياسته فعملنا ثورة عليه وشلناه، ودلوقتي احنا اللي مسكنا الحط. على فكرة احنا ما قلنا لروسيا، قلنا يا روسيا ده انت مشتركة معاهم، قالت لا ده القيصر اللي كان بيحكمنا، وبناء على كده احنا مش راضين على سياسته، هو اللي دخلنا الحرب واحنا ما كناش عايزين ندخل الحرب، احنا هنخرج من الحرب. وفعلا خرجوا من الحرب سنة 1917، انسحبت روسيا من الحرب ودخلت مكانها الولايات المتحدة الايه؟ الامريكية. طيب دي الاتفاقية اللي عاملاها الثلاث دول دول، بس دي طبعا انسحبت وخرجت من الاتفاقية، فاقتصرت الاتفاقية على انجلترا وايه؟ فرنسا. مندوب انجلترا اسمه سايكس، مندوب فرنسا اسمه بيكو، فعشان كده تسمت الاتفاقية باتفاقية سايكس بيكو. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض كده النصوص، هم اتفقوا ياخدوا ايه. بيقول اتفقنا لاقتسام الهلال الخصيب. ايه الهلال الخصيب ده؟ اللي هو سوريا والعراق. هنقسمهم، هنقسمهم ازاي؟ قال لك بص، فرنسا هتاخد ايه؟ فرنسا والله قالت انا هاخد والله جنوب الاناضول، هاخد جنوب الايه؟ بما في ذلك اطنا والاسكندرونه، هاخد منطقه جنوب الاناضول اللي هو اخر اراضي الدوله العثمانيه، بما في ذلك اطنا والاسكندرونه، مش اسكندريه، بما في ذلك اطنا والايه؟ والاسكندرونه فوق في اخر الدوله العثمانيه، ركزوا بس كده. تمام، دي فرنسا. وقالت هاخد برضو الساحل السوري، هاخد الساحل الايه؟ الساحل السوري ده اللي هو المنطقة اللي هو غرب دمشق وحمص وحلب وحماية، المنطقة اللي على ساحل البحر المتوسط. انجلترا ردت عليها قالت لها ماشي، وانا هاخد ايه؟ انا هاخد حيفا وعكا، هاخد حيفا وايه؟ وهاخد برضو بقية العراق. فرنسا كانت قايلة انا هاخد الساحل السوري لحد الموصل في العراق، شمال العراق. فانجلترا قالت لها انا هاخد بقية العراق، هاخد بغداد والبصرة، هاخد البصرة وايه؟ وبغداد. طب بالنسبة يا مستر في منطقة كده انت ما اتكلمتش عنها، فلسطين، مين هياخدها؟ قالك فلسطين تحت نظام دولي، محدش ينفرد بمين؟ بفلسطين. ده هتبقى تحت نظام ايه؟ دولي، وهتتفتح بعد كده لليهود، انجلترا هتفتحها لليهود عشان تدخل اليهود فيها. وعد بلفور والكلام اللي هنعرفه في فصل كام؟ 7 ان شاء الله نعرف وعد بلفور، وان انجلترا هي اللي هتدخل اليهود فين؟ في فلسطين، ووعدهم بوطن قومي، ده هنعرفه بس كمان شوية. يبقى فلسطين قالوا تحت نظام ايه؟ دولي. طيب معلش يا جماعه، انا اكتشفت كده ان في صحراء كبيره ما بين العراق وما بين الايه؟ الشام، مين هياخدها؟ قالوا نقسمها، انت حته وانا حته، منطقه ذات نفوذ انجليزيه ومنطقه ذات نفوذ ايه؟ فرنسيه. يبقى نقول تاني، نصوص الاتفاقيه اللي كانت عاملاها انجلترا وفرنسا، اتفاقيه سايكس بيكو 1916، في نفس الوقت اللي كنا بنساعدهم فيه كانوا متفقين اهو. انجلترا قالت انا هاخد جنوب الايه؟ الاناضول، بما في ذلك اطنا والاسكندرونه، هاخد الساحل السوري لحد الموصل شمال الايه؟ العراق. هاخد، انجلترا ردت عليها قالت لها انا هاخد حيفا وعكا، منطقه من الاخر يعني هاخد منطقه جنوب، جنوب ايه؟ جنوب بلاد الشام، انت هتاخد شمال بلاد الشام، انا هاخد جنوب بلاد الشام. تمام، وهاخد لحد فين؟ قالت لحد شبه جزيره سيناء. طيب وهاخد برضو بقيه العراق، بغداد والايه؟ والبصره. طب فلسطين تحت نظام دولي. طب الصحراء دي منطقه ذات نفوذ بريطانيه والثانيه ايه؟ فرنسيه. قسموا كل حاجه صح. روسيا انت قلت لي الاتفاقيه كانت ثلاثيه، فاكيد هي كانت قايله ان هي عايزه حاجه. روسيا كانت بتبحث عن مضايق، ما هي كانت موجوده في الاتفاقيه، بنتكلم عن الاتفاقيه كلها، كانت موجوده في الاتفاقيه صح. هي روسيا كانت عايزه ايه بس؟ معلش في الاول، روسيا كانت بتبحث عن مضايق الدوله العثمانيه اللي هم البوسفور والدردنيل. هي مش روسيا هي محتاجه حاجه؟ روسيا واخده الخريطه كلها، هي مش محتاجه حاجه، روسيا كانت بتبحث عن مضايق الدوله العثمانيه البوسفور والدردنيل. دلوقتي شفنا نصوص اتفاقيه سايكس بيكو ان هم قسموا التورته ما بينهم وبين بعضهم. النتيجه بقى ان هم اتفقوا ان دي المنطقه بتاعتك وانا دي المنطقه بتاعتي. طب ثواني يا مستر، ما انت قلت لي فيصل بن الشريف حسين قوات الفيلق العربي عماله تاخد في سوريا، عماله تتوسع في سوريا. طب سوريا دي انت قلت لي دلوقتي ان فرنسا هي اللي هي المفروض تاخد سوريا، فعشان كده نتائج اتفاقيه سايكس بيكو ان منع فيصل بن الشريف حسين من دخول بيروت. منع فيصل بن الشريف حسين من دخول ايه؟ هو فضل عمال يتقدم وياخد زي ما احنا شفنا، عايز يكمل بقى
يعني عايز ياخد بيروت ويكمل بقية بلاد الشام ويعمل الدولة العربية اللي بيحلم بها أبو الشريف إيه؟ حسين، الدولة العربية الكبيرة. ولكن طبعا جات إنجلترا قالت له رايح فين يا حبيبي؟ انت رايح فين يا حبيبي؟ والله انا هاخد بقى بلاد الشام عشان نعني الدولة العربية الكبرى والكلام ده كله. واحنا مش كان في اتفاق؟ اتفاق ايه يا ابو اتفاق؟ ده كل اللي احنا عملناه ده بفلوسنا وسلاحنا. احنا اللي مدينك السلاح واحنا مدينك الفلوس عشان تعمل ده كله. امك في العشاء ولا طارت؟ ارجع. فمنع الشريف حسين من دخول بيروت. قال له انت رايح فين؟ وانجلترا سمحت لفرنسا بانزال العلم العربي، وطبعا المنطقه دي بقت تابعه لايه؟ لفرنسا. يبقى انجلترا سمحت لفرنسا بانزال العرب العربي العلم العربي اللي كان مرفوع هناك. جري الشريف حسين، الشريف حسين خد في ايده ابنه عبد الله وخد في ايده برضه ابنه ايه؟ فيصل. جريوا الثلاثه على مؤتمر الصلح في باريس اللي اتعمل سنة 1900 وكام؟ فاكرينه؟ فاكرينه زغلول وقلت لك ايوه الناس دي كلها. ايوه هو نفس الكلام، انا قلت لك احنا بنمسك المنطقة بنجيب تاريخها كده. يعني في نفس الوقت اللي حصل فيه هو مؤتمر الصلح في باريس، جري الشريف حسين وابنه فيصل وعبد الله لمؤتمر الصلح في باريس. يا انجلترا يا انجلترا كان في اتفاق، والله كان في اتفاق، انا عاوز استقلال العرب. ايه استقلال عربي؟ امشي يلا استقلال عربي يا حبيبي. واجه الشريف حسين هو وابنه فيصل وعبد الله موقف متعنتا يعني متشددا من جانب انجلترا وفرنسا، امشي روح يلا مفيش الكلام ده. خلي بالك دي اتفاقيه سايكس بيكو، عرفنا مين اللي سرب الاتفاقيه؟ قلتلي روسيا الايه؟ البلشفيه اللي فضحتهم تمام، وانسحبت روسيا من الحرب سنه 17، والنصوص الاتفاقيه فرنسا هتاخد ايه وانجلترا هتاخد ايه وفلسطين تحت نظام دولي والدنيا تمام. جاب بعد كده بنلاقي انجلترا وفرنسا قالوا احنا هنعدل اتفاقيه سايكس بيكو، وبتعرفوا ايه دلوقتي؟ هنعدل اتفاقيه سايكس بيكو في مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو سنه 1920. قالوا هنعدل في اتفاقيه سايكس بيكو، بدل ما احنا مقطعين كل حاجه كده وكل واحده تاخد لوكش على بعضها، يعني سوريا ولبنان على بعض كده تحت الانتداب الفرنسي. الانتداب الفرنسي ده نوع من الوصايا الدوليه، وقلت لك هم بيختاروا اسماء شيك. يعني في الاول كان احتلال، قال لك لا لفظ احتلال ده صعب قوي، حمايه احنا بنحميك. قالوا لا برضو تهرش نخليها ايه؟ انتداب، احنا واصين عليكم. ولكن هو في النهاية ايه؟ احتلال. ثم بيختاروا اللفظ اللي عايزكم. فبنلاقي ان مؤتمر سان ريمو انجلترا وفرنسا قالوا خلاص سوريا ولبنان تحت الانتداب الايه؟ الفرنسي، والعراق كلها وفلسطين ايوه وفلسطين تحت الانتداب الايه؟ الانجليزي. طب ليه حطوا فلسطين تحت الانتداب الانجليزي؟ ما كانت تحت نظام دولي. حطوها علشان انجلترا كانت واعده اليهود باقامه وطن قومي ليهم في فلسطين، فخدت فلسطين عشان تدخل فيها مين؟ اليهود. وده اللي هنعرفه في فصل كام؟ السابع بالتفصيل. قلت لك اما نخلص المنهج مع بعض هتلاقي نفسك ما عندكش اي سؤال في المنهج، لان الفصول بتكمل بعض، الفصول بتكمل بعض، فهتلاقي السلسله كلها اكتملت معاك. طيب يبقى هما اتفقوا سوريا ولبنان تحت انتداب ايه؟ فرنسي. عراق وفلسطين تحت انتداب ايه؟ انجليزي. طيب احنا هناخد في الحصه الجايه ان شاء الله سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق تحت الانتداب البريطاني. طب فلسطين ده هيبقى موضوع الفصل الكام؟ السابع. زي ما انتوا شفتوا ان الشريف حسين خان الدوله العثمانيه، واللي خان يتخان. زي ما انجلترا ادت السلاح للشريف حسين عشان يضرب في جسم الدولة العثمانية، انجلترا برضو هتدي السلاح لعبد العزيز آل سعود عشان يضرب في الشريف ايه؟ حسين. عبد العزيز آل سعود عايز يوسع نطاق حكمه، مش مكفية منطقة الرياض ونجد، عايز يوسع. فهيبتدي بقى عبد العزيز آل سعود عايز يأسس المملكة العربية السعودية اللي انتوا عارفينها دلوقتي. ايه اللي حصل؟ عبد العزيز آل سعود بدأ يعمل ايه؟ بدأ يضغط ضغط عسكري
يعني يضرب في قوات الشريف حسين. فدر فعلا في اول صدام مع قوات الشريف حسين ابات قواته عند تربة. ابات قواته عند ايه؟ يبقى بنلاقي ان عبد العزيز ال سعود دخل في حرب مع قوات الشريف حسين وابات قواته عند تربة. عبد العزيز ال سعود هزم قوات الشريف حسين عند تربة. طب وبعدين بعد كده بنشوف ان عبد العزيز ال سعود قدر ان هو يضم حائل. قدر ان هو يضم ايه؟ حائل. بعد ما ضرب أسرة آل رشيد ضربة نهائية اللي هو حكام حائل. بعد كده بنلاقي ان هو قدر ان هو يستولى على الطائف. استولى على الايه؟ الطائف. بعد كده بدأت مدن الحجاز اللي هي مدن الشريف حسين. انا قلت لك الشريف حسين مالك كان على الحجاز. بدأت مدن الحجاز تسقط في يد الشريف حسين واحدة تلو الاخرى واحدة ورا التانية عمالة تقع في ايد عبد العزيز آل سعود. فالشريف حسين لقى نفسه مش قادر يقف قدام عبد العزيز آل سعود فقال لك انا هسيب له كل حاجة وهمشي. فعلا بنلاقي ان الشريف حسين مشي من الحجاز غادر الايه؟ الحجاز. ساب الحجاز ومشي وعبد العزيز آل سعود سيطر على منطقة الحجاز كلها. واول ما سيطر على منطقة الحجاز كلها اعلن نفسه انه ملكا على الحجاز وسلطانا على نجد وملحقاتها اللي هو معروف حاليا باعلان دولة المملكة العربية الايه؟ السعودية. اعلن المملكة العربية السعودية. هتحصل بقى مشكلة. المشكلة مشكلة حول منطقة عسير اللي هو حاكمها الإدريسي اللي هو حاكمها ايه؟ ركزوا معايا كده. دلوقتي في اتنين عايزين عسير. مين هما؟ انا عندي امام اليمن اللي هو يحيى حميد الدين امام اليمن، وعندي برضو عبد العزيز آل سعود اللي هو عمل المملكة العربية السعودية. الاتنين طمعانين في عسير. يحيى حميد الدين بيقول انا عايز عسير دي بتاعتي انا هاخدها. جاء عبد العزيز آل سعود قال لا ده انا بعتبر عسير جزء من المملكة العربية السعودية اللي انا عاملها. ففضلوا عمالين يتكلموا مع بعض. يا عم يرضيك دي بتاعتي؟ قال له لا والله دي بتاعتي. يا عم لا دي بتاعتي، لا دي بتاعتي. فراحوا ايه؟ عركة، خناقة. وفعلا حصلت حرب ما بين السعودية واليمن. حرب السعودية والايه؟ واليمن. مين اللي انتصر فيها؟ انتصر عبد العزيز آل سعود على اليمن. وتم عقد اتفاقية مهمة جدا ولازم تعرفها عشان هنقولها في الفصل السابع، اتفاقية الطائف ما بين السعودية واليمن. وبمقتضى اتفاقية الطائف بقت عسير جزء من المملكة العربية الايه؟ السعودية. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة وانتهينا من اول جزء. الحصة الجاية ان شاء الله هناخد سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، والعراق تحت الانتداب الايه؟ البريطاني. فلسطين هتبقى موضوع الفصل الكام؟ السابع. واتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو.